خلينا تكلميني بقى عن إطلالة الفنانة رانيا يوسف في مهرجان الديجست من وجهة نظر مصممة أزياء كبيرة زيك. يعني أنا أعتقد إن هي كانت إطلالة لطيفة، ويمكن كانت رانيا بتحاول تعبر عن يعني اللوك بتاعها، إنه هو في الفاشن يعني الشكل ده جديد وفي الموضة، وبتحاول توري إنه الإطلالة اللي فاتت كانت يمكن البطانة كانت هوت شورت مثلا بالشكل ده اللي طلعت بيه في الدير جست. يمكن دي أول مناسبة جات على طول بعد الهجوم اللي حصل عليها، ف يعني هي حابة ما احنا مش هنعمل كات يعني في النص وهنلبس حاجة شكلها مختلف جدا جدا عن اللي فاتت، هو أدام ده لوك في الموضة هي لابساه، بس يمكن كانت في المرة الأولانية مش موفقة في إنه اترفع، أو زي ما قالت يمكن هي البطانة بتاعته كانت فعلا هوت شورت واترفعت شوية فحبت توري ده. وهقول لك على حاجة تانية كمان، أنا يعني في بوستر كبير جدا لمارلين مونرو بنفس لوك الفستان ده من زمان، في برلانتي عبد الحميد كانت لابسة واحد زي، وطبعا دي علامة الإغراء في الشاشة المصرية يعني زمان. جينا كان ليكي تصريح قبل كده إن الفستان ده ممكن يتلبس بس مش في مصر، مش في مهرجانات داخل مصر. بلوك المايو بس بلوك الهوت شورت ممكن، يعني ناس كتيرة، أنا شايفة ناس كتيرة لابساه، وأقدر أقولك إن هو في الموضة جدا، الفتحة من قدام العالية بلوك الهوت شورت في الفاشن قوي. يعني داليا البحيري كانت لابسة نفس فستان رانيا يوسف امبارح ما اختلف بعض التفاصيل الصغيرة جدا، هل أنت شايفة اختيارهم كان موفق؟ هل أنت شايفة أن أجسامهم مناسبة أصلا لأن هم يلبسوا هوت شورت فستان يبقى هوت شورت؟ يعني هو ما فيش احلى من كده، يعني هم زي القمر هما الاثنين. يمكن داليا كانت يمكن هي صدفه، وانا ما اعرفش هي صدفه ولا هي يمكن كانت عشان هو لوك الموضه فهو صدفه ان لبسوه هما الاثنين باختلاف اللون، ولكن وان هي مش صدفه او هما على اتفاق، يمكن داليا بتعمل مشاركه وجدانيه مع رانيا وبتوري ان هو موضه وانه بيتلبس ونورمال، وهو فعلا نورمال انه يتلبس كهوت شورت، مش حاجه قد يعني. بس يعني لو صدفة يبقى أوكي، الاثنين لابسين لوك فاشن باختلاف اللونين، ولو مش صدفة يمكن في مشاركة وجدانية ما بينهم. مين أحلى يا جينا، داليا البحيري ولا رانيا يوسف؟ طب يعني الاثنين زي القمر، طب أقول رانيا يوسف علشان يعني أنصفها شوية. الأحلى من وجهة نظر جينا سلطان. والله يعني اعتقد هما الاثنين، ما تحيرنيش يعني الاثنين ما حطيتهمش في وضع مقارنه، لكن اعتقد يعني رانيا كان امور عليها قوي الفستان بغض النظر عن الهجوم الغريب اللي على السوشيال ميديا، يعني وتقريبا بيكملوا اللي حصل قبل كده يعني، لكن ملوش علاقه بالواقع. يعني جينا سلطان لو هتصمم فستان زي بتاع رانيا يوسف وداليا البحيري هتصممه تكلفته كام؟ انتوا متسلطين من الضرايب؟ في ضرايب هنا معانا؟ انا بسال من وجهه نظر برضو جينا سلطان. الحقيقه هو الفستان بسيط قوي وماتيريال كمان بسيطه قوي، الفستان تكلفته مش هتتعدى ال 4000 جنيه مثلا، مش او مش يعني مش هيساوي اكتر من كده.